لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طبعاً في شباك اهو. Oradan camı aç, hastaneye de göreceğim. Sol taraf, sol. شايفين ديت المستشفى على طول، مستشفى الجراح باشا قدامكم على طول، تنزلوا من البناء تلقوا المستشفى على طول هنا. وزي ما انتم شايفين كده الشارع نظيف جدا وعائلي ومحافظ. Kısım eşyada kalabilirdi. Aa. Zaten bazı eşyalar konuşacağım. الملكة بتقول لي في بعض الأساس هيفضل مع الشقة. أنا أشرح دلوقتي كل حاجة. الغرفة التانية اهي. زي ما انتم شايفين كده كبيرة وواسعة. المالكة بتقول لي في مفاجأة عايزة تعملها، أوريها لكم دلوقتي. دلوقتي هنا غرفتين وصالة، في تالت واحدة تبع الطابو كمان. بصوا هننزل كده البناء. بسم الله ما شاء الله قوي جدا وكويس جدا على فكرة ونضيف. ديت ايه تعتبر كمخزن زي ما انتم شايفين. ديت ممكن ايه تفتحوها على الشقة. انا هوريكم ازاي تفتحوها. ثواني تفتحوها من هنا من الحيطة ديت. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة ديت احنا فين؟ احنا في الفاتح. فين في الفاتح؟ عند منطقة اسمها جراح باشا قدام مستشفى جراح باشا مباشرة. ولما انزل دلوقتي اصور لكم من قدام المبنى، من قدام الشقة يعني، في الشارع بتاعها اللي قصادها المستشفى على طول. الشقة في الدور الثالث، طبعا هي اخر دور، تطلعوا بس ثلاث ادوار، الاول الثاني الثالث على طول. دي نقطة. النقطة الثانية سعرها النهائي اللي اتكلمت مع المالكة فيه 715,000 ليرة. ثاني حاجة ايه نوع الطابو اللي معاها؟ قط ملكية، يعني عندك الشقة ليها رقم، ليك حصة في الأرض، البناء ما عندوش أي مشاكل خالص. وبؤرة دلوقتي أنا أسأل الملكة سؤال، إيه العفش اللي هتسيبيه؟ بؤرة ده سيز مثلا دنسكي بازي شالال براكاجاكسنز نجمي مثلا. Onu bir şey yapmam lazım, düşünmem gerekiyor çünkü. Sadece küçük şeyler olsun. Yani yok, belki koltuklar falan da kalabilir, bilmiyorum. Tamam. بتقول ممكن تسيب لكم حاجات لكن مش متاكده دلوقتي، ممكن زي الكنب او كده، لكن ده مش الاساس. بس فان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. وما تنسوش احيانا بعمل عروض كويسه، فانصحكم تعملوا اشتراك في قناتي على اليوتيوب علي جمال وتفعلوا زر الجرس علشان اي عرض تيجي تلاقوه ان شاء الله. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامه. أوريكم قد إيه إن العمارة والسلم قد إيه قوي جدا، والبناء قوي ونضيف. شوفوا شايفين كأنها جديدة بالظبط، طبعا هي قديمة لكن البناء قوي ما شاء الله. الشارع اهو شايفين. اهو ديت المستشفى على طول قصادكم. وتحتيكم سوبر ماركت، تحتيكم اللي هو
أنا أوريكم دلوقتي ده مدخل المستشفى، صيدليات جنبيكم. على فكرة المالكة قالت لي يا علي أنا في خلال أسبوعين لو البيع ما اتباعش أنا مش هبيعه، هي قالت لي كده، قالت لي عشان بعد كده مش هلاقي سعر، مش هلاقي بيت بالسعر اللي أنا عايزاه. شايفين مطاعم كل حاجة جنبيكو. سوبر ماركتات كل حاجة، المترو. بصوا المترو هتمشوا قدام كده تلاقوا المترو محطة سيان نقابي قدام، هتمشوا كده قدام كده هنا هتلاقوا محطة رمواي فندق زايد أو الحسكي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين، نتمنى لهم التوفيق في عملهم، ألف شكر. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا، علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك، والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي، أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين، صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا أنا صيتا ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديده اشتريناها من خلال الاستاذ علي وشريكه التركي، مشكورين كل الشكر، والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا، تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار،
والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة. الحمد لله اللي شفناه اللي مساه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات زين. لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin, buyur. Kapıyı kapatıyorum. Evet, lütfen. Selamu aleyküm. Evvelen eulü elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena vaffa'ni dilvati. Ve fetahna şirke kveyse cidden ve ma'a şiriki türki. İlli huve nefsi tefkiri, nefsi dmaki bizzat. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينك وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار،
فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم ليه. كويس، بناخد النسبه المعروفه عليها هنا في تركيا العادله. كويس، دي حاجه. تاني حاجه عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغايه ما تستلموا طابو الشقه باسمكم، لغايه ما تستلموا سند الملكيه يعني طابو الشقه باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامه.